السلام عليكم. في هذا الحصة ان شاء الله غنحاول نوريكم بقية التمارين في المراقبة وبقية الخاصية ان شاء الله في الحصة. دابا غنطيو بعض الخاصيات وناخذ التمارين التطبيقية. دابا الخاصية اللي واش كتقول الا كان زيد بار كيساوي زيد، هذا يكافئ ان زيد عدد حقيقي تعطي، ولا كان الزيد بار كيساوي ناقص زيد، هذا يكافي ان الزيد عدد تخيلي تعطي تعطي. دابا الا حسبتي الزيد زائد زيد بار غيخرج لك يساوي جوج ريال تاع الزيد. حسبوا الزيد نعطيوه اكس ناقص اكس زائد ايكري، الزيد بار هو x ناقص y، الزيد زائد الزيد بار هو x زائد x زائد y زائد x ناقص y. اش كيساوي x زائد x هي 2x، y ناقص y لا تختزل. اش كيتسمى x هو الريال تاع الزيد، يعني كيساوي 2 ريال تاع الزيد، والزيد ناقص زيد بار راح يساوي جوج اي ايماجينير تاع الزيد. نعطيو مثال، نعطينا الزيد ناقص زيد بار. اذا هنا غدير زيد ناقص زيد بار غتساوي اكس زائد ايكغيك ناقص قوس اكس ناقص ايكغيك. هاي اكس زائد ايكغيك ناقص قوس اكس ناقص ايكغيك اش كتساوي؟ اكس زائد ايكغيك ناقص x زائد y. نشرت بالناقص x غتختزل مع x غتبقى جوج y اي اللي هو اي جوج y ولا جوج y بحال الوغ اش غتبقى y زائد y هي جوج y اي، يعني كتساوي جوج هاي جوج اي هاي جوج y اي هاي جوج اي y بحال يعني اي ايماجينير ديال زيد. ايكغيك اش كيتسمى؟ ايكغيك كيتسمى ليماجينير تاع الزيد، يعني كيساوي جوج اي ايماجينير تاع الزيد. تعقل ولا لا؟ تعقل عقلوا على الخاصيات هذه، عقلوا عليهم مزيان. تعقل دابا غندوزو بعض التمارين، ما كاين بعض التمارين ركزوا معايا. دابا غندوزو بعض التمارين دابا ركزوا معايا مزيان. دابا بعض التمارين بصح صبروا ندوز لواحد التمارين تاع هادو. دابا التمارين ناخذ واحد ثلاثة أمثلة بحال بحال. دابا عطيتك زيد واحد كيساوي واحد زائد اي الكل أس ان زائد واحد ناقص اي الكل اس ان، وزيد جوج عطيتها لك تاهي كيساوي واحد زائد اي الكل اس ان ناقص واحد ناقص اي الكل اس ان. السؤال بين ان زائد واحد عدد حقيقي و زائد اثنان عدد تخيلي. يلا كي غدير ليه؟ ممكنش تحسب حقاش نعرفك اس ان، هنا قاعدة غتطبق هاد غتكتب حساب زائد واحد بار و زيد اثنان بار. غنبداو بزيد واحد بار. هاي زيد واحد بار اش كتساوي؟ واحد زائد اي الكل اس ان زائد واحد ناقص اي الكل اس ان متوبة. متافقين في هادو ولا لا؟ متافقين. نكملو هنا
اش كتساوي هذه؟ راه هي زد واحد بار تساوي واحد زائد اي بار ناقص ان زائد واحد ناقص اي بار اس ان. هاد ان هادي فهمتي اش درتي؟ عندك زد زائد زد بريم من تو بار شفناها في الفيديو السابق، هي زد بار زائد زد بريم بار كتفرق دوك البار. عندك زد اس ان بار، هاد ان غتحاول تخرجها من البار اش تولي؟ غتولي واحد زائد اي من تو بار اس ان زائد واحد ناقص اي من تو بار اس ان مرافقة واحد زائد اي هو واحد ناقص اي الكوس ان زائد واحد ناقص اي هو واحد زائد اي الكوس ان. تعقل ولا فهمت؟ تعقل. دابا هاد زد واحد، هاد زد واحد بار واش كتساوي؟ زد واحد ولا المقابل تاعها؟ كيف كتشوف هاد الكتابة هادي تقدر تقلبها، هي تولي واحد زائد اي الكل اس ان زائد واحد ناقص اي الكل اس ان. علاش؟ بحال كتقول عندك ا زائد بي، هي بي زائد ا خمسة زائد جوج هي جوج زائد خمسة، هاي خمسة زائد جوج هي جوج زائد خمسة. تابعي كتساوي زائد واحد. تابعي إذا زائد واحد عدد حقيقي. تابعي دابا غنمر نحسبو زائد جوج، زائد جوج نحسبنا دابا زائد واحد بصح الصبورة جبدت نحسب زائد جوج، ركزوا معايا بصح الصبورة جبدت نحسب زائد جوج. زد جوج بار، هاي زد جوج، زد جوج بار اش كتساوي؟ واحد زائد اي الكل اس ان ناقص واحد ناقص اي الكل اس ان بار كامل. اش كتساوي هادي؟ هي واحد زائد اي الكل اس ان بار ناقص واحد ناقص اي الكل اس ان بار. دابا باش كتساوي زد جوج بار هي واحد ناقص اي الكل بار ان، ان بعدت على البار ناقص واحد هذه زائد هذه سمحوا لي زائد هاي زائد ناقص اي الكل بار ان. دابا ان خرجت انا على البار واحد زائد اي بار هي واحد ناقص اي أس إن، هادي هي واحد زائد إي الكل أس إن، لحقاش المرافق تاع واحد ناقص إي هو واحد زائد إي، المرافق تاع واحد زائد إي هو واحد ناقص إي. نقارنو هادي مع هاد زائد جوج، أش كتلاحظو؟ كتلاحظو واحد ناقص إي هنا موجبة وهنا سالبة، واحد زائد إي هنا سالبة وهنا موجبة. ألوغ إلا بغيت ترد هادي بحال هادي أش تستعملها؟ خاص تعمل بواحد ناقص، ناقص هايا واحد زائد اي الكل اس ان ناقص واحد ناقص اي الكل اس ان ست قوس، هاي ناقص بحال اللي قلت هاد ا بي اعتبروا هاد او بي. عندك ناقص، عندك بي ناقص ا هي ناقص قوس ا ناقص بي بحال اللي كتقول هادي قلبتها. شوف تصنت 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 اعتبروا بحال اللي بادي ستين اعتبروا بي بوحدو، هادي اعتبروا ا بي ناقص ا، بي ناقص ا نبغي نعملو بالناقص غتولي هي ناقص ناقص بي زائد ا هي ناقص ا ناقص بي. دابا انا بي كندير الاشارة تاعو بوزيتيف، الى عملتي بالناقص خصك دير فينا الناقص، دير فينا الناقص باش تولي ناقص ناقص هي زائد، خاص تعمل عندنا بناقص يعني ناقص بي زائد ا. هاي أ ناقص بي زائد أ راهي أ ناقص بي، هاي إذا كتساوي ناقص زد جوج، هاي زد بار لا كانت كتساوي ناقص زد، زد عدد تخيلي، متافقين ولا لا؟ متافقين. دابا غندوز لمثال آخر، حالو غندوز لمثال آخر، هاد المثال إيش عطاك؟
عطيك زيت وسوي. سمحوا لي بصح السبوره دوز مثال اخر تاور بحال دوز مثال اخر بصح تاتو اتقوى خصكم تكونوا كاتبين وحافظين بصح تات الجهه ودوز واحد التمثيل مثال اخر اطار نسيت وقلبي ان الزيت اللي هو تيساوي واحد زائد خمسة اي أس إن زائد واحد ناقص خمسة إي أس إن عدد حقيقي دينو هذا عدد حقيقي طابعة حقيقة تسيب زائد بارتشان يساوي واحد زائد خمسة إي أس إن زائد واحد ناقص خمسة إي أس إن متوبار أش تساوي واحد زائد خمسة اي اس ال توبار زائد واحد ناقص خمسة اي اس ال توبار تقيم لا شو هذا التوبار التوبار هاد ان نخرج خارج البار حقاش قاعدة اللي بغيت قلت لكم زيد اس ان التوبار هي زيد بار اس ان ان غتخرجها غتولي واحد زائد خمسة اي بار أس إن زائد واحد ناقص خمسة اي بار أس إن هاد إن خرجتها خارج بار تشاقي هاي هو واحد زائد خمسة اي هي واحد ناقص خمسة اي الكل أس إن زائد واحد ناقص خمسة اي هي واحد زائد خمسة اي الكل أس إن غنقارنو هاد النتيجة مع هاد السيد و مع هاد السيد السيد هي واحد زائد خمسة ها هو زائد خمسة زائد واحد ناقص خمسة هي هادي كيف كتشوف زائد واحد هادي المقلوب تاع زائد واحد إذا غادي نقلبو غتولي كاين عندنا الزائد غنكتب واحد زائد خمسة إي الكل أس إن بحال هاي الزائد هادي حطيتها الإشارة تاعها زائد حنا مكنكتبوهاش زائد واحد ناقص خمسة الكل أس إن دابا رديتها على شكل زد هذه زد بار إذا زد بار تساوي زد ومنه زد عدد حقيقي زد بار إذا كانت كتساوي زد زد عدد حقيقي متافقين ولا لا متافقين دابا غندير مثال آخر مثال آخر قال لك في هذا المثال قال لك بين أن الزد اللي هو تساوي 4 زائد 3 اي اس ان ناقص 4 ناقص 3 اي عدد تخيلي سهل كيفاش عدد تخيلي سهل يعني خاصك تبين ان الزد بار يساوي ناقص زد اش قلت لكم زد عدد تخيلي زد سمحوا لي زد عدد تخيلي سر يعني زد بار كيساوي ناقص زد زد عدد تخيلي صرف يعني زد بار يساوي ناقص زد قبيله كتب زد عدد زد بار كيساوي ناقص زد عدد تخيلي عدد تخيلي سر يعني فيها الاي ما فيهش كاع ما فيهش كاع الاعداد الحقيقيه هذا هو العدد التخيلي الصرف يعني بيور نومبر نومبر بلاتي عدد تخيلي صرف يعني هو نومبر ايماجينير بيور يعني عدد تخيلي صرف يعني نومبر ايماجينير بيور يعني فيها الاي يعني حر في اي ما فيش حتى عدد حقيقي يعني فيها الاي تاقي يعني هذا عدد تخيلي صرف صرف يعني هو بيور يعني فيها الاي ما فيش عدد حقيقي تاقي يعني هو عبارة على شكل حقيقي هو عبارة عن تصنتوني عدد تخيلي صرف يعني نومبر ايماجينير بيور يعني هو اللي كيتكتب على شكل بائي هو العدد اللي كيتكتب على شكل بائي ها هو العدد اللي كيتكتب على شكل بائي ما فيش ما فيه لا ما فيه لا ما فيه لا عدد حقيقي لا والو فيها العدد التخيلي صافي تشافي تشافي دابا هادي اش غتحسب ليها زيد بار اش كيساوي 4 زائد 3 اي اس ان
ناقص 4 ناقص 3 اي هذه اس ان. سمحوا لي اس ان الكل بار اش كتساوي هي 4 زائد 3 اي الكل اس ان كل بار ناقص 4 ناقص 3 اي الكل ان الكل بار. علاش؟ حقاش قبيله قلت لكم في التعريف الفيديو السابق زد ناقص زد بري مكتوبه هاي زد ناقص زد بري مكتوبه هاهي زد بار ناقص زد بري بار. كتبتها لكم في القاعده هي دابا فكرت بار هاد ان غنحاول نخرجها خارج بار غتولي تساوي 4 زائد 3 اي الكل بار ان ناقص 4 ناقص 3 اي الكل بار ان. دابا هاد ان انا خرجتها خارج بار هاهي هاد ان خرجتها خارج بار مرافق 4 زائد 3 اي هو 4 ناقص 3 اي الكل ان ناقص 4 زائد 3 اي الكل ان. دابا انا باش غتحاول تعمل هنا باش ترد هذه هي الزائد. شوف عندك هنا كاين الزائد هنا كاين الناقص غتحاول تعمل بالناقص هنا اش غتولي ناقص عامل عامل 4 زائد 3 اي الكل اس ان ناقص 4 ناقص 3 اي الكل اس ان. دابا عملت بالناقص هاي شوف هذه كي كانت ناقص هذه زائد ولكن في الزائد الاصليه هذه كاينه الناقص وهذه كاينه الزائد. الو حتى بغيتي ترد هذه بحال بحال هذه بغيتي ترد هذه بحال بحال هذه باش تستعمل خاص تعمل بالناقص تافقين هي كتساوي ناقص زائد ومنه زائد بار يساوي ناقص زائد ومنه زر على التخيل صرف تافقين ولا تافقين يعني بهذا المفهوم زد على التخيل صرف يعني زد كينتمي اي ار تشافي. نعاودو نمسح لكم السبوره دابا فهمي لحد الفرق خاصيه تاعي دابا نمسح لكم السبوره باش ندوز لكم باش ندوز لكم باش ندوز لكم الخاصيه كي كتبت لكم بها. شوف كتبت لكم كتبت لكم زد عدد حقيقي يعني هي زد ينتمي الى ار يكاف ان الزد بار يساوي الزد الزد ينتمي الى اي ار يعني الزد عدد تخيلي صرف يكاف الزد بار يساوي ناقص الزد. هادو هما شي قواعد خاصكم تكونوا حافظينهم هما اللي طبقناهم دابا متافقين ولا لا هاد الخاصيه خاصكم تكونوا حافظينهم متافقين ولا لا غتحتاجو في مجموعة النقط. أنا ملي غنوصل لكم مجموعة النقط غنختم معاكم جميع مجموعة النقط إن شاء الله غنوريو ليكم متافقين حتى دابا في هاد الجوج ولا لا متافقين. دابا واحد باش تكونوا استفدتو معنا في هاد الحصة هادي إن شاء الله في الحصة المقبلة غندوز لكم التمارين الأخرين في هاد المرافق إن شاء الله. يلاه خليكم دابا في أمان الله حيت كاين دقيقة.